كولين، لما كولين من ناحيه اليمين بيضم لجوه هو كمان، لما عايز يلعب البينيه في منتهى الخطوره، فرصه هدف وجول، فرصه هدف وجول، جول محمود قعود. انما البينيه من لما كولين 10 على 10، ما ردش النادي المصري، انبي على طول بيعزز الهدف بهدف تاني من عن طريق محمود قعود. ادي لما كولين، بص وش رجله الخارجي يا ولد على البينيه، عدت من ويلسون اكاكبو، طلع رمزي صالح وبيحطها على طول من فوقيه محمود قعود، الهدف الثاني. 2-0 لنادي انبي، عشان يبقى ايضا الهدف الثاني ليه. هما الاثنين هو وصلاح عاشور سجلوا امام حرس الحدود، وبيسجلوا النهارده امام النادي المصري، لكن هدفين في 4 دقائق لنادي انبي، في الدقيقه 29 وفي الدقيقه 32.